المهرجان القومي للمسرح المصري ده بنعتبره عيد للمسرحيين وعيد لكل المهتم بالحركة الثقافية والحركة الفنية. ويعني الحمد لله رب العالمين، أنا أنهيت مهمتي الحمد لله رب العالمين بنجاح من أيام، لأن الطلبة بتوعي في ورشة الإلقاء يعني أنهوا الدورة من أيام واستلموا الشهادات بتاعتهم من المهرجان، وأنا ببارك لهم وأنا سعدت بيهم جدا جدا جدا. قضينا أوقات حلوة مع بعض وأوقات طويلة، لأن احنا بنبتدي الورش على مدار شهر تقريبا قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان. يعني المهرجان هيفتتح يوم 30، احنا شغالين من يمكن من اكتر من شهر يعني وخلصنا. وانا بعتبر ان دي يعني مهمة، بعتبرها واجب، ما يصحش الواحد يتأخر عنه، لان بناء الانسان ده يعني مهمة. التلاميذ بقى كانت عاملة ايه معاك والتحضيرات كانت عاملة ايه مع حضرتك؟ صحابي كلهم اصدقائي ثروة، يعني في كل دفعة جديدة بتتخرج على ايدي بعتبر انها ثروة جديدة زادت، وبنخرج بحب شديد جدا جدا، ومش عايزين يسيبوني وانا كمان مش هسيبهم. يعني اقول لحضرتك السنة اللي فاتت كان معايا دفعة جميلة جدا جدا جدا، كلهم كانوا عايزين يلتحقوا بالورشة السنة دي برضو. انا قلت لهم لا، ان دي خدمة ثقافية مجانية بتمنح للشباب، فانت استفدت بالخدمة مرة يعني ادي فرصة لغيرك يعني. فهم قابلوا هذا الامر، بقى بيجوا يزوروني كده كضيوف يعني محاضرة كده مرة او كذا، لكن الاولوية بتبقى للي ما استفادش واللي ما اخدش ورشة قبل كده. المشاركة بقى مع استاذ محمد رياض كلمنا عليه. هو بصراحة يعني التقدير الغالي لما بيجي من فنان كبير ونجم كبير بحجم محمد رياض واخويا ياسر صادق مدير عام المهرجان واعضاء اللجنه العليا للمهرجان اللي هم كلهم فنانين كبار جدا جدا. يعني الاستاذ محمد رياض السنه اللي فاتت مثلا قال لي انت لما اسمك اتطرح بالاجماع الناس كلها قالت خالد عبد السلام اللي درب في ورشه اللقاء، فدي حاجه طبعا بحمد ربنا وبشكر فضله عليها. وده بيديني يعني ايه احساس اكبر بالمسؤوليه وان لازم اكون اهل لهذه الثقه. والحمد لله رب العالمين، يعني كان النتاج حلو قوي. يعني الالقاء علم وفن، علم يعني له قواعد، فن يعني له علاقه بالابتكار والخلق الابداعي للفنان. فطالما ان هو علم لازم نتناول القواعد دي ونشرحها كلها، وطالما ان هو فن يبقى لازم نطبقه عمليا. فاحنا اشتغلنا نظري، اشتغلنا عملي، اشتغلنا تدريبات صوت، اشتغلنا تدريبات تنفس، اشتغلنا تطبيقات عملية على فن الإلقاء من خلال اختيار قصايد واختيار مشاهد وحلقنا في عالم الجمال وعرفنا الطلبة حاجات ما كانوش يعرفوها. احنا اشتغلنا مثلا على قصيدة روايات الخيام، اشتغلنا على حانة الأقدار، عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحي، هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور، كيف يا صاحي. مثلا كل دي حاجات مثلا معظم الطلبة ما كانوش يعرفوها، لما عرفوها وتذوقوا الجمال اللي فيها صعدوا إلى عالم آخر. لأننا دايما نقول التذوق لابد أن يسبقه علم، والفن الإلقاء ده هو فن جمال الكلام، فن النطق بالكلام. فالحياة كلها متعة طول الوقت في المحاضرات بصراحة. رأي حضرتك في الدورة الجديدة باسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، رأي حضرتك؟ يعني هو دي عايز رأي، يعني سيدة المسرح الكبيرة الأستاذة العظيمة سميحة أيوب، يعني اسمها طبعا لما يوضع على المهرجان ده حاجة يعني تدي ثقل كبير للمهرجان، لأن هي قيمة كبيرة وهي تاريخ كبير جدا جدا. وأنا بشكل خاص لأن أنا بنتمي للمسرح القومي لأني تربيت فيه مع كبار الأساتذة، أنا بتشرف أن أنا مثلت في المسرح القومي مع الأستاذ الكبير عبد الله غيث والأستاذ الكبير يحيى الفخراني وكتير من الأساتذة، وهي طبعا أستاذة المسرح القومي وقاعة المسرح القومي أصلا باسمها يعني. فهي طبعا قيمة كبيرة، وأنا بشكر كل القائمين على المهرجان أن هم اختاروا اسم سميحة أيوب مع حفظ الألقاب طبعا أن تكون الدورة باسمها طبعا. أنت
نشوف اعمال لحضرتك جايه الفتره الجايه؟ ربنا يسهل. يا رب ان شاء الله، اتمنى.